السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا تحية لحضراتكم جميعا في البداية، لكل السادة المتابعين ولكل السادة المشاهدين. النهاردة بيشرفني ضيف عزيز عليا جدا، بيشرفني إنسان يمكن أقل ما يقال في حقه أنه إنسان نبيل وذو معدن مختلف. النهاردة بيشرفني حد ربما أستشعر أننا نقف سويا على أرضية مشتركة. ليس فقط الأمر يتعلق بمسألة اللغة والأبعاد اللغوية والترجمة وما إلى ذلك، وإنما قد يتجاوز هذا الأمر إلى مفاهيم إنسانية وإلى أبعاد تتجاوز حدود المعاني والدلالات واللغات وغير ذلك. معي اليوم ضيف أحسبه على خير إن شاء الله تعالى، وهو الأستاذ الدكتور محمد فوزي غازي. وبمناسبة الأستاذ الدكتور، لأنه لسه الترقية لسه حديثا جدا جدا، فهو شرفني بهذه الزيارة بعد ترقيته مباشرة، وهذا شرف طبعا أنا يعني أتشرف به حقيقة. والدكتور محمد حقيقة يعني قبل التسجيل وأنا أتحدث معه، مسيرة من العطاء بدأت من جامعة المنصورة، كلية الآداب بجامعة المنصورة. وهنا يعني يوجد مفارقة، لأن الدكتور محمد لمن لا يعرف من الكثيرين أنه كان في البداية يدرس تخصص اللغة العربية، ثم بعد ذلك تحول من العربية إلى الإنجليزية. وأنا طبعا يعني لا يمكن أبدا مناسبة جميلة زي ديت وضيف جميل زي الدكتور محمد حبيبنا، حبيبي ربنا يا رب حبيبي يكرمك. ربنا يخليك. ويسعدني طبعا النهارده ان احنا نحاول نتعلم ونستفيد، وكيف نستفيد من هذه الخبره. وانا شخصيا حقيقه يعني حينما استمع اليه فانا اغوص في كثير من المفاهيم والمعاني، وكنت اتمنى للحوار الذي دار بيننا اليوم ان يتم عرضه، لكن ان شاء الله لنا لقاءات بعد ذلك مستقبليه باذن الله تعالى. على كل الاحوال، انا مش عايز طبعا في البدايه المناسبة دي تعدي إلا لما أسأل الدكتور محمد أول سؤال، ويا رب الفيديو اللي بنعمله ده يكون فيه نفع ويكون فيه منفعة لكثير من الناس إن شاء الله اللي بتتابعنا. دكتور محمد، أنا أولاً أنا عايز أشكر حضرتك شكر جزيل إن حضرتك شرفتني النهاردة. تسلم. لو أنا عايز أقول مثلاً روشتة سريعة لطالب العلم وطالب المعرفة، مش عايز أقصر الأمر على فكرة تعلم اللغة في حد ذاتها، لأن في ناس ممكن تنتقد وتقول يا دكتور أحمد يا دكتور محمد أنتوا كل كلامكم في اللغة وفي الترجمة، لا إحنا يعني. فربما يا دكتور محمد، ما هي النصيحة التي قد توجهها إلى طالب العلم وطالب المعرفة في بداية الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا أنا بشكر أخويا وصديقي الله يخليك، العزيز الله للدكتور يبارك الجميل الله المثقف يكرمك، الله يكرمك الدكتور حبيبي، أحمد، ربنا يبارك بشكره على الدعوة الكريمة الله يكرمك. للعشاء اللي هيتم بعد قليل. لا هو بيبالغ بس. وعلى القهوة الجميلة يا دكتور الله أحمد. يكرمك طبعا حبيبي، يعني أنا شاكر على هذه الله الدعوة يكرمك الكريمة حبيبي، الحقيقة. الله يكرمك. أنا كنت يعني دائما ما كنت أفكر في أمر، يعني ما هي النصيحة أو النصائح التي يتعين على طالب العلم، يعني سيما بقسم اللغات والترجمة أو حتى بصفة عامة أن يتبعها. فقلت في بيت شعر، إن يعني جاز تسميته بيت شعر، قلت يعني بحرا فكن للثقافة واللغة ثم التذوق ذاك حصنك تسلمي. الله الله بحرا الله فكن للتذوق واللغة ثم التذوق ذاك حصنك تسلمي. الحقيقة البيت الشعر ده له مناسبة، وأنا دايما بحب أبدأ يعني بهذا الأمر عشان أعكس عقليتي أنا شخصيا، يعني حينما كنت طالبة، ولأنها يعني تحوي يعني شيئا من آداب طالب العلم وشيئا من يعني مما يتعين على دارس اللغات والترجمة أن يتبعوه. لكن اسمحوا لي أقول يعني two things in English. في بيت أو في عبارة مشهورة بتقول to err is human, to forgive is divine. أنا يمكن قلت الكلام ده لبعض طلابي، لكن بما إن ربما يشاهدنا يعني قطاع يعني أعرض،
فهقول ده لان هي دي خلاصة نصيحة بالنسبة لي. العبارة بتقول to err is human, to forgive is divine. ترجمتها الحرفية البسيطة to err, أن تزل, أن تخطئ, أن تأثم, is human, أمر بشري, to forgive, أن تسامح, أن تعفو, is divine, شيء سماوي. طيب كده فهمناها يعني على مستوى بسيط أو متواضع. لما نفكر طبعا العبارة دي أنا بقول كده لأن كتبت وأنا طالب في عام 2000, كتبها بخط إيده أستاذنا الدكتور محمد عناني, بالمناسبة الثلاثة محمد واحد عناني, كتبها وطلب مننا وإحنا طلاب إن إحنا نترجمها. قامت إحدى الفتيات أذكر وقالت الخطأ من طبع البشر. الفكرة جيدة إن هي تقريبا وصلت للمعنى, وقالت والسماح أو المغفرة من طبع الإله. هنا حصل عندي إشكالية حسن التذوق, عشان كده بقول بحرا فكن للثقافة واللغة ثم التذوق. الثقافة لوحدها لا تفيد المترجم, اللغة لوحدها لا تفيد المترجم, التذوق لوحده لا يفيد المترجم. احنا محتاجين الثلاثة دول عشان تصل الى ارقى المراحل في الترجمة. فدي طبعا نصيحتي المباشرة, لكن هقولها من خلال يعني المثال العملي اللي انا يعني اضربه الان. فقلت ان الخطأ من طبع البشر, الطبع مع البشر تجوز يعني بلاغيا او تستساغ, إنما العفو طبع الإله, كلمة طبع يعني لا يعني حتى لا تجوز عقديا, أو ده بقى من الثقافة بقى. أنا قلت إن هذه اللفظة عندنا في العقيدة الإسلامية لا تجوز عقديا نقول من طبع, وإحنا نتحدث عن الله نقول أسماء أو صفات, حتى الصفات في ذاتية وصفات فعلية, لكن ما علينا من هذه الأمور. لكن هي دي الترجمة وهو دي الثقافة وهو ده التذوق, له أبعاد كثيرة. فقلت كان ينبغي على هذه الفتاة أن هي تقول إيه, أن هي يعني تقول مثلا والعفو من صفات الألوهية أو من صفات الإله أو ما إلى ذلك. على أي حال أنا قمت ترجمت هذه العبارة, أنا فقرت في وزن في قافية فيما يجوز أو ما يليق وما لا يليق من ناحية البلاغية, وقلت الخطأ طبيعة البشرية, خلي بالكم من القافية, والغفران صفة الألوهية أو الإلهية, واللغتان صحيحتان من الناحية الإيه؟ من الناحية المصدرية اللغوية, يعني الإلهية أو الألوهية. فيبقى الزلل, تذكرت الزلل, وكمان الزلل مع to err يعني فيها زلت قدمه, يعني فيها حتى مناسبة, some kind of collocation هنا. فقلت إيه الزلل طبيعة البشرية والغفران صفة الألوهية, فكده حافظنا على وزنه وعلى قافية وكذا. طبعا الدكتور عناني يعني سر بهذه الترجمة, خصوصا لما اخترنا لأير, لما اخترنا لكلمة إير ما يناسبها ومع الماهية اللي هي البشرية ومع الماهية الإلهية, جاز التعبير الكلمة الغفران والمغفرة إلى ذلك مع الوزن والقافية. ثم حدث يعني موقف آخر شبيه, وسألت كثير من المحاضرات في البداية يعني. طيب دكتور محمد, حتى لا نطيل على المشاهد في هذا الحوار الممتع, يعني كلمة أخيرة فيما طبعا أنا ملاحظ ما شاء الله الباشن, الشغف عند حضرتك كما يقولون بالإنجليزية is extraordinary, أو حاجة استثنائية يعني خارج الأمر التقليدي والاعتيادي. إذا أردنا أن نوجه كلمة أخيرة لطالب العلم ولطالب المعرفة فيما يتعلق بالشغف, لأنكم الآن ذكرتم فكرة الثقافة واللغة والتذوق كذلك, وهناك إشكاليات حول هذا الأمر كثيرا إن شاء الله نتحدث عنها في اللقاء القادم بإذن الله تعالى, يعني إن شاء الله لنا لقاءات بعد ذلك. فالشغف كيف يمكن أن نطور وأن نؤصل هذا الأمر لدى طالب العلم وطالب المعرفة باختصار؟ هو طيب يعني باختصار أقول إن هذا الشغف
يمكن أن ينمى إذا ما يعني حببناه في العلم وحببنا العلم إليه. ويعني وقلنا إن العلم هو وسيلة جميلة للرقي والتذوق، بل إنها مرتبطة بالأخلاق يعني في كثير من الأمور. وحتى لا يعني أبعد، أنا حريص إن بما إن المشاهد في الغالب محب للترجمة، يعني أضرب مثالا بالتذوق والجمال والعلم والباشن. احنا في الامم في اليونايتد في اليو ان ترانسليشن، انا يعني تعلمت الحقيقه من استاذ من كبار الاساتذه والمترجمين في الامم المتحده. وهقول حاجه، انا تنكرت في مره بعد الدكتوراه وعملت طالب ورحت اخذت كورس في الاي يو سي والله وعندي شهاده به ومش ناس كتير تعرف. وكان ايامها في الدكتور محمد الخولي يعني هو مترجم معروف يعني في الامم المتحده. فكنت اتعلم، يعني انت تعلم من كل من كل انسان، يعني لا يصير العالم عالما الا اذا اخذ ممن فوقه وممن هو دون. نعم. الله. دي مقوله يعني للعلماء. نعم يعني فتعلمت مثلا ان لما نترجم حاجه زي the Egyptian president has asked his American counterpart to delay the meeting for an hour for instance. نعم. فتلاقي في الغالب المترجم العادي يقول مثلا ايه، طلب الرئيس المصري من الرئيس الامريكي تاجيل الاجتماع لساعه مثلا. تجد ان المترجم القدير والخبره، وهذا ما تعلمته، والدكتور محمد علينا ايضا كان من مترجمي الامم المتحده في بدايه حياته لمن لا يعلم، يقول لك الصح بروتوكوليا وادبيا بمناسبه الادب ان احنا نقول طلب الى وليس طلب من. طلب الرئيس المصري الى الرئيس الامريكي تاجيل الاجتماع وليس طلب من. فهذه اللفتة اللغوية البلاغية لها تأصيل أدبي وتربوي. يقولوا إيه؟ الطلب من الأعلى إلى الأدنى أمر، وهذا يحدث حتى في النصوص القرآنية والنصوص الأخرى، أو حتى في النصوص الإدارية من الأعلى. الطلب، شوف البلاغة، الطلب من الأعلى إلى الأدنى أمر، ومن الأدنى إلى الأعلى دعاء أو التماس، رب اغفر لي أو اغفر لي أو اشرح لي صدري، فده دعاء. ومن النظير الى النظير الى التماس. فمن الناحيه البروتوكوليه ما نقولش طلب من، لان ما فيش حد اعلى وشخص اعلى وشخص ادنى هنا، فيقولوا ايه طلب الى. فتجوز من الناحيه البروتوكوليه، وايضا من الناحيه اللغويه ان احنا نستخدمها للدلاله على يعني اللطف او المساواه. فأنا أقول أن هذه المعلومة اللغوية البلاغية جعلت يعني لدي شيء من الأدب أو من التهذيب في الطلب وفي السؤال، وأفادتني في الترجمة التي يعني قد أتعرض إليها في موقف مثلا دولي أو في ترجمة سياسية على مستوى عالي أو يعني إلى آخره. فالبلاغة، اللغة، الأدب، كل ده يأتي بشغف في النهاية. إن هو بيطور يعني شخصية الإنسان. يعني هو طبعا زي ما الدكتور محمد كده ما قال، هي مجموعة من العناصر، يعني it's a number of factors together، وهذه العوامل تتشابك مع بعضها البعض. وعلى ذكر يا دكتور محمد، حضرتك دلوقتي ذكرت، قلت أن العالم يتعلم من الكبير ومن الصغير. فهذه يعني سبحان الله، وأنا أجلس مع الدكتور محمد اليوم، يعني هذا هو نسخة من المصحف ترجمة معاني القرآن الكريم، أهداها لي أستاذي رحمه الله الأستاذ الدكتور محمد محمود غالي. وأنا ذكرت هذه الواقعة للدكتور محمد، أهداها لي وأنا كاتب التاريخ وبخط يده مكتوب الإهداء في الصفحة الأولى. والرجل حينما أهداني هذا المصحف الذي قد ترجم معانيه إلى اللغة الإنجليزية وهو يعطيني هذه النسخة، قال لي من فضلك إذا اكتشفت أو إذا وجدت أي أخطاء في هذه النسخة فمن فضلك دلني وارشدني
ووجهني إلى أخطائي. من الذي كان يقول لي هذا الكلام؟ هو الأستاذ الدكتور محمد محمود غالي، هو أستاذي وأستاذ الأساتذة رحمه الله بقدر العلم ومكانته الكبيرة والرفيعة، لكنه كان يقول لتلميذه وقتها: من فضلك إذا كان هناك أي أخطاء فوجهني إليها. رحم الله دكتور محمد محمود غالي، ورحم الله كل علمائنا وأساتذتنا. ودكتور محمد، أنا الحقيقة الحوار معك حقيقة ممتع يا حبيبي، وإن شاء الله أنا يعني أعد المشاهدين بلقاء آخر. دي احنا مش هنعتبرها لقاء، ده كده بس عربون في البداية، يعني أنت أثر فبها ونعم. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله قريبا بإذن الله يكون لنا لقاء آخر. شكرا لحضراتكم مرة تانية على المتابعة، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور محمد، شكرا جزيلا.